أعزائي المشاهدين، لاحظ تغير ملحوظ في أحوال الطقس خلال هذه الفترة، وحول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو الدكتور حسن دشتي، مراقب المناخ في إدارة الأرصاد الجوية. مثل ما تفضلت اختي مريم، فعلا احنا لاحظنا الجو اللطيف أثناء في شهر مارس ومستمرين إلى هذا الشهر تقريبا، والإحصاءات عندنا في إدارة الأرصاد الجوية تبين بأن فعلا احنا في شهر مارس كان المعدل اللي وصلنا تقريبا 18.8 مقارنة مع المعدل العام لعشر سنوات، راح نشوف أنه في فرق درجتين. نعم. ومارس بالنسبة للشهر اللي فات مقارنة مع الأشهر راح نشوف هو ثاني أقل درجة حرارة سجلت. نعم. خلال كانت الأشهر الأخفض في 2012 وثاني 2000. أخفض درجة في 2019. نعم. ماذا عن أبريل؟ بالنسبة لأبريل نفس الشيء، احنا إلى الآن نشعر بجو لطيف وفي برودة في الجو. نعم. أثناء الليل خاصة لو نلاحظ أن فعلا الإحصاءات اللي كانت بالنسبة لآخر أول ثلث من الشهر 4 23.7 مقارنة مع المعدل العام اللي هو 26، ثلاث درجات فرق. نعم. وبالنسبة لعشر سنوات الماضية راح نشوف أنه أخفض أثناء خلال الفترة هذه، وهذا اللي طبعا لا سبب. نعم. بالنسبة للتكون المنخفضات اللي تعطينا اللي تجينا من غرب البحر الأبيض المتوسط، شرق البحر الأبيض المتوسط، فعندنا نوعين من المنخفضات، منخفضات اللي هي دائمة الأساسية اللي نتأثر في امتداداتها. نعم. وفي المنخفضات الثانوية اللي تتحرك وتوصل. نعم. لما تعبر المنطقة توصل علينا، ومع مرورها وعبور المنطقة راح يقلب الهواء شمالي غربي، وطبعا هذا معناه جلب الهواء البارد اللطيف اللي احنا قاعد نشعر فيه حاليا. نعم. هل تقوم إدارة الأرصاد ببعض التنبؤات للأشهر أو المواسم القادمة؟ طبيعي، احنا عندنا مثل ما عندنا توقعات بالنسبة للطقس، عندنا توقعات اللي هو بالنسبة للموسم، توقع المناخي الموسمي. في هذا الأمر نستخدم احنا نموذجين، عندنا نموذج أمريكي وعندنا نموذج أوروبي. نعم. حاليا احنا قدامنا الحين سلايد بالنسبة لتوقع شهر أبريل. راح نشوف أن في عندنا فعلا اللون هذا الأزرق اللي يبين أن في انخفاض في درجات الحرارة، والنموذج الأوروبي نفس الشيء يعطينا نفس المؤشرات في أن في انخفاض في درجات الحرارة. نفس الشيء عندنا. ماذا عن كميات الأمطار؟ الأمطار اللي أعطتنا إياها النماذج العددية بالنسبة لشهر أبريل هو ارتفاع فوق المعدل. نعم. مثل ما احنا باين عندنا اللون الاخضر بالنسبه للنموذج الامريكي، وبالنسبه للنموذج الاوروبي نفس الشيء عندنا ارتفاع بالنسبه ل يعني مقارنه المعدل في الاعوام السابقه، فحتى كميات الامطار فيها اعلى من المعدل. اعلى من. نعم. المعدل. نعم. نعم. ماذا عن شهر القادم، شهر مايو؟ وان شاء الله راح يكون في شهر رمضان في بدايه شهر مايو، الله يبلغنا واياك وكذلك الساده المشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله يكون شهر مبارك. نعم. ان شاء الله راح يكون شهر مبارك، والاجواء بالنسبه للمعدلات راح تكون حوالين المعدل، ما راح تكون اكثر ولا اقل، والنموذج الامريكي يبين لنا في ان فعلا راح يكون حوالين المعدل. نعم. والنموذج الاوروبي نفس الشيء يعطينا في ان راح يكون حوالين المعدل بالنسبه يعني لدرجات الحراره هالسنه مثل تقريبا شهر مايو في 2018 تقريبا. ان شاء الله. وكميات الامطار، وكميات هل في امطار برمضان؟ الامطار اللي مسجلتها بالنسبه للتوقعات النماذج العديدة أنا راح تكون حول المعدل. نعم. نفس الشيء ما راح تكون أعلى ولا أقل، وهذه راح يبين بالنسبة للنموذج الأمريكي وبالنسبة للنموذج الأوروبي. وطبعا إن شاء الله إحنا بعد راح يكون في امتداد لشهر رمضان إلى بداية شهر 6. إلى شهر 6. نعم. نعم. وشهر 6 طبعا شهر 6 أي شهر 6 يبين صيفنا شلون، حار ولا بارد. بداية راح يكون فوق المعدل حسب ما أعطتنا النماذج العددية. نعم. النموذج الأمريكي أنه راح يكون فوق المعدل، والأوروبي يؤكد هذا الرأي بعد. نعم. نعم. طبعا كميات الأمطار شبه مستحيلة يعني. أمطار طبعا أمطارنا إحنا في الصيف اللي هو شهر 6 و7 و8. نعم. ما عندنا أمطار. وإحنا بالنسبة حق الأجواء بشكل عام خلال هذه الفترة، هل متوقع أن صيفنا راح يكون جاف أكثر ولا رطب أكثر؟ طبعا احنا الرطوبه هذه دائما احنا نلاقيها في نهايه الصيف مع بدايه شهر 8 ونهايه شهر 8. نعم. وهذا الجو اللي هو يتاثر فيه المناخ الصحراوي مع وجود الهواء الجنوبي الشرقي. نعم. ما فك منه يعني هذا، فان شاء الله راح يكون حوالين المعدل بالنسبه للاحصاءات اللي عندنا السنه الفاتت ان شاء الله. نعم. الآن يعني خلال فترة الوسم وأيضا خلال هذه الفترة فترة السرايات يعني حصلنا على كميات لا بأس فيها من الأمطار، ودائما وارد عند الناس أن إن شاء الله بما أن يانا مطر إن شاء الله الحر راح يكون أخف، لكن النماذج العددية تقول عكس. نعم. هذا الكلام. نعم. بالفعل الأمطار اللي جتنا في نوفمبر هي كانت بداية الموسم. نعم. فاقت التوقعات وفاقت أرقام جدا كانت عالية. عالية. حتى لو أخذنا المقارنة الساعية واليومية كميات وصلت إلى 300 خلال يوم واحد.
واحد خلال يوم، هذا الشيء مو طبيعي طبعا. نعم. كان وهذا ان شاء الله راح يترك اثر ايجابي بالنسبه للبيئه بالنسبه عندنا في الكويت ان شاء الله. كل الشكر لك دكتور حسن على هذه المعلومات القيمه اللي اثريت فيها نشرتنا. اما الان اعزائي المشاهدين تنتهي جولتنا الجويه.